تطوير اداء اللاعبين بالواجبات الفرديه بالنسبه له، يعني بالواجبات المراكز، كيف تحسن هذا اللاعب يلعب بمركزه بالحاله الدفاعيه وبالحاله الهجوميه، وتطوير اللاعب بالحاله الجماعيه اللي هو ممكن فيها فلسفه معينه، مثلا انا كيف بدي دافع، هل بدي اضغط، انا بدي انتظر فريق وسط الملعب، اللاعبين اللي عندهم واجبات هجوميه، كل هذا الشيء كان خلال الاسبوع الماضي. تعاقدت إدارة نادي المجد مع المدرب أحمد عزام في مرحلة مهمة عنوانها الصعود إلى الدوري الممتاز لكرة القدم والذهاب بعيدا في مسابقة كأس الجمهورية. وسبق لعزام أن عمل مساعدا لمدرب منتخب سوريا الأولمبي ودرب الفتوة في الموسم الماضي وصعد به إلى الدوري الممتاز. قبولي للمهمة هي بنادي المجد بصراحة، لأنه طبعا نادي كبير اسمه عريق، عنده إنجازات جيدة، يعني عنده إمكانيات جيدة، عنده منشأة جيدة، عنده بنية تحتية. نحن متفائلين خير، في لاعبين طبعا جيدين بحاجة عمل، متبقي عندنا تقريبا حوالي الشهر شهر وطبعا كم يوم لحتى ندخل غمار التجمع النهائي بالنسبة طبعا للدوري. إن شاء الله مهمتنا هي إرجاع نادي المجد طبعا لوضعه الطبيعي بالدوري الممتاز، ونحن متفائلين طبعا، دائما متفائلين خير، مؤمنين بقدراتنا، مؤمنين باللاعبين الموجودين طبعا بهذا الفريق. وفي كمان مسابقة ثانية هي مسابقة الكأس السيد رئيس الجمهورية، يعني تقريبا حوالي بعد يومين ممكن المباراة حتكون أكيد مباراة محايدة مع فريق الوسبي. فريق الوسبي هو بطل الموسم الماضي بالنسبة لمسابقة الكأس. نحن طبعا حنلعب على قد إمكانياتنا، حنلعب بأسلوب طبعا يساعدنا، باعتبار نحن يعني الفريق منقطع عن التدريب حوالي 3 أشهر، ممكن 6 أو 7 أيام رجع الفريق تجمع. كانت الرؤية أنه نحن طموحنا نتأهل على الدوري الممتاز، نرجع لمكاننا الطبيعي، واتفقنا مع الكابتن أحمد عزام، هيئنا له السبل الاحترافية كاملة، اجى للنادي، شاف الملعب وشاف الصالات وشاف المسبح وشاف الرؤية اللي عنده، شاف أمورنا واتفقنا نحن وياه. الفريق بصراحة في مراكز جيدة إضافة لفي مراكز نقص، يعني هلا بصراحة نحن الفريق كل الفريق بال 21 لاعب متواجدين في واحد يلعب بالقدم اليسرى، هي أحد الشغلات السلبية كمان بصراحة لانتقاء اللاعبين حسب المراكز، وهذا الشيء نحن حيكون بالحسبان خلال الفترة الجاية إن شاء الله.